شو هي الدورة التدريبية اللي حول تهذيب السلوك والقدرة التعلم لدى الأطفال؟ وليه نحن عم نفكر نعملها بهذا الوقت؟ هذا الوقت بلشوا المدارس، هذا الوقت اللي بنروح ندفع أقساط مدارس، وهذا الوقت اللي في كتير من الأولاد الصغار اللي هلأ أول سنة بيروحوا على المدرسة، وفي كتير أولاد كانوا عاملين امتحانات وراجعين على المدرسة، وفي كتير أولاد قضوا صيفية كتير حلوة وعم يفكروا أنه أوه هلأ شو ممكن تكون هيدي السنة مخبيت لنا أشياء جديدة. بأول هيدي السنة نحن فكرنا أنه نتساعد مع المدارس ونتساعد مع الأخصائيين اللي عم يشتغلوا مع التلاميذ تنقدم لهم برنامج كتير كتير مهم. هذا البرنامج بخلينا نحن وياهم مع بعض بخمسة أيام بدورات مكثفة من خمسة أيام، نقدر نحن وياهم نوصل لمحل إنه نتفهم هالتلميذ ونتفهم هالطفل بكل المشاكل اللي عنده، إذا كانت نفسية ولا إذا كانت جسدية، إذا كانت حتى مع الأهل أو مع المجتمع من خلال المجتمع. ونحن شايفين هيدي الايام انه كيف صار مربى الاولاد تغير كثير عن ايام زمان. التكنولوجيا دخلت بالموضوع، الولد عم بيقضي وقت كثير على التلفون، عم يلعب جيم، ما بيسمع من اهله الحكي كل الوقت، عم بيكون عنده توتر دائما واضطراب، وبس عم يروح على المدرسه مش عم بحب دائما طريقة التعليم، عم بحس دايما بالزهق اذا بتحركش برفاقه وتعيط لعلي المعلمة. سو كل هيدي السلوك وكل هالمشاكل اللي نحن عم نحكي فيها بالنسبة لاشخاص معينين يمكن بسيطة، بس هي مع الوقت عم تسبب اضطرابات عند الطفل، ومش عم تخليه يكون طفل يعرف كيف هو يكون شخص مبدع لمستقبل له افضل، وتيكون عنده ابتكارات ويكون طفل خلاق مثل ما هو لازم. بكرمال هيدا الموضوع كان عنا اتصال مع صديقة لنا اسمها نعومة، هي مدربة عالمية وريسيرشر، هي باحثة أيضا، عملت كل الأبحاث اللي ممكن توصل التكنولوجيا بعصرنا هيدا حول كيف نحن نتعامل مع حوض الأطفال إذا كانوا من عمر الكيندر جاردن، يعني من عمر 7-8 سنين وأصغر حتى لعمر 15 سنة، كيف نحن فينا نتعامل مع هؤلاء الأولاد يكونوا هن أشخاص سعيدين بالحياة، مبدعين، قادرين يعطوا كل ما عندهم، حابين المدرسة، حابين يدرسوا، حابين يوصلوا لمراكز مهمة بالمستقبل تبعهم. فهيدي الدورة رح تكون على خمسة أيام، راح تبلش تنين العيد ان شاء الله ينعاد على الجميع بالصحة والعافية، 3 الصبح لنهار السبت، راح يكون نهار السبت اخر نهار. هيدي الدورة راح تكون عنا بعلي بجمعية عطر الأرز، راح تكون مترجمة للعربي، نعومة راح تحكي انجليزي وراح يكون عنا مترجم خصوصي يترجم لنا للعربي. بهيدا الدورة عنا كذا موضوع رح نحكي فيهم، هودي المواضيع أنا بعدت لكم اياهم من قبل، ما بعرف إذا حدا منكم أراهم تفاصيل. اللي حابب يعرف تفاصيل أكتر عن كل موضوع بكل يوم، عن شو رح ندرس وشو هن الأشياء اللي رح نفوت فيها بالتفصيل، ممكن ترجعوا تراجعوا اللي بعدت لكم اياهم وتشوفوا تفاصيلهم اكثر. بس بقلكم في معلومات كثير مهمه منا، يعني اكثر شيء اثنين حبيتهم كثير تقلكم صحيح، كثير جديد على الـ الاشياء اللي نحن بنعرفها، هن بثالث نهار رح تعلمنا شيء اسمه 7 باتو سكول، هو عن منهجيه جديده بيتبعوها هلا بالمدارس اللي تبنت هيدي المشاريع لنعومه. هي 7 باتو سكول هي مدارس نموذجية جديدة حديثة فيها كل شيء environmental، يعني فيها كل شيء ما بيتعايش مع الطبيعة ومن الطبيعة، وفيها كلها متعلمة بطريقة تطبيقها مش بطريقة انه واحد بيشرح والتاني بيسمع. سو لا، الولد بيروح على المدرسة بيتعلم كل شيء بأسلوب جديد، بأسلوب انه هو يطبق
اللي عم بيشوفوا. سو حتى هي عاملة different location لكل مادة. سو كل مادة لها مبنى خصوصي بتفوتوا. طريقة اللي متعلم فيها الماث is completely غير ما انه انا اجي اقعد اتعلم دفتر على الدفتر جدول الضرب او احفظه او شيء من هيدا النوع. اكيد اللوكيشن للارتس رح تكون ديفرنت عن الصف. اكيد هيدا المنهجية وهيدا البرامج بدنا مين تسبونسرت وتكون حقيقة على أرض الواقع مش أحلام. إن شاء الله بجهودكم وبمساندتكم لإلنا نقدر نحقق كل هالأحلام لأطفالنا وللي هن المستقبل تبعنا. بالنسبة للموضوع التاني اللي كنت عم قلكم كتير مهتمة فيه إنه هو نتعلم لغات. الولد الصغير بيحفظ بسرعة وقادر يتعلم كذا لغة. هيدي اللغات ممكن نتعلم اي لغة. هي رح تعلمنا كيف بنتعلم اللغة الانجليزية فهي بخلال شهرين. سو هي هيدا الاسلوب متبع هلا بنمي الميموريز تبعونا الذاكرة تنكون نحن نقدر نحفظ بطريقة اسهل. فيمكن نحن اذا قدرنا علمنا الولد كيف يعرف لغة جديدة احنا نقدر نعلم اشخاص تانين كمان كيف يعرفوها. فهيدي طريقة كمان جديدة وطرحت علينا هالمدربة انه تعلمنا اياها بيوم من هودي الايام الخمسة. فكونوا معنا وان شاء الله باذن الله. كمان بدي اقولكم انه كل واحد رح ياخد هيدي الدورة رح يكون رح يصير ممبر بالادوكيشن 3000 اللي هي المنظمة العالمية لنعومة اسمها Education 3000. هي بيصيروا إنسان members معه نحنا بنصير معه وبنفس الوقت بنكون أخذنا منها شهادة نحنا فينا ندرب ونعلم هذه العلوم اللي هي راح تعطينا إياها من خلال البرنامج تبعها اللي راح ناخد فيه شهادة. فا سوري إذا كترت عليكم الحكي كتير بس وسامحوني وأنا بحبكم وإن شاء الله بنشوفكم التنين الجاي. وفتكم بحكاية إنه هيدي الدورة راح تنعمل كمان ببيروت بمركز بسمة ونحن بنتشكر هيدي الجمعية اللي سندتنا وساعدتنا تكون عنا another location ببيروت. هي راح تكون downtown بيروت من 9 شهر ل 13 شهر. كل هيدي المعلومات راح تلاقوها على الورقة اللي بعثت لكم اياها على الواتساب او الايميل اذا كنتوا شفتوا الايميل من عندي. ف كمان على اي سؤال فيكم تحكوني باي وقت كان. مرسي كتير لكم والله يخلي لي اياكم يسعد كل اوقاتكم.